حقيقة يمثل 80%، واليوم بعد الاجتماع الأخير اللي هو في محافظة واسط وصل التنظيم أو التمثيل ل90% من ثورة تشرين، لكن أنا أتكلم عن 90% الوطنيين التشرينيين الحقيقيين. اليوم تعرف حضرتك، اليوم ما يخفى على الشعب العراقي من وجود مندسين، من وجود مشاريع خارجية، أكو مشاريع خارج الحدود جاي تشتغل على تشرين. تشرين اللي 80% من الشعب العراقي اللي ما انتخب البرلمان الحالي هو كله ناقم من هذه السلطة، هذا كله جمهور تشرين. الكل عنده طمع انه يسرق جزء من تشرين. طيب. اليوم اللجنة المركزية هي تمثل اكثر من 90% من الاحرار والشرفاء والوطنيين. كذلك عندنا البيان انقرأ الحالي الان في محافظة واسط، من ساحة واسط ستكون يوم 25 مركزية 25 تشرين في بغداد. كل المحافظات راح تلتحق ببغداد، واللي ما راح يقدر يلتحق ببغداد راح يحتجون داخل محافظاتهم. كذلك خلينا شروط، شكلنا فريق عمل راح يدير الاحتجاجات. يوم 25 راح يكون مكاننا هو في منطقة العلاوة مقابل بوابات الخضراء.